مساء الخير على متابعين جريدة وموقع أهل مصر. احنا النهاردة في السيدة زينب، جينا عند حبيب السيدة، ده أشهر محل لبيع فواكه اللحوم وفي السيدة زينب. معانا الحاج صادق من عمادي السيدة زينب، هنا هيحكي لنا عن حبيب السيدة وأشهر الأطباق اللي بيقدموها وإيه سر بقى الطبق السمين المشاكل الناس كلها بتسأل عليه. ازيك يا حاج صادق؟ أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. ازيك يا باشا؟ والله بالنسبة للمحل احنا بدأنا في سنة 85 تقريبا، وبدأنا بفرع واحد. النهارده ربنا كرمنا وبقينا 5 فروع. بالنسبه للسيده 1 و2 فيصل اكتوبر المقطم، بس هنا الاساس، بس هنا ده اقدم فرع كلوب اللي هو من البدايه. احنا بالنسبه لاكلتنا هي اكله مرتبطه لكم في منطقه شعبيه زي السيده زينب، لانها اكله شعبيه اساسا، اللي هو طبق السمين والحلويات المشكل، اللي هو بيتكون من اصناف كتير، فيشه ودوريه وخال وقلب وكبده وكفته وكبار ولحمه ولسان ونيفه، ودوت بنحاول ان احنا بنقدمه باكتر من طريقه مختلفه للزبون عشان ننال اعجابه ورضاه. تمام. ايه اشهر طبق عندك؟ هو طبق السمين المشكل او طبق الكوارع. وفي طواجن، في طواجن عكاوي، في طواجن لحمه بالخضار، في طواجن كوارع بالبصل. عندي كل الاكل يعني مشهور بيه ومميز بيه، لان انا بعمله بجوده عاليه. طبق السمين، طبق السمين المشكل او اي من انواع الطواجن او الكوارع. تمام. حاجة صادق، في ناس كتير في البيوت بتحاول تقلد وتحاول تعمل طبق السمين بس ما بيطلعش بنفس الشكل، ايه سر الصنعه وايه السر اللي انتوا بسم الله ما شاء الله مميزين فيه يعني؟ هو طبعا الموضوع عندنا هنا بيتم باحترافيه من اول النظافه لحد البيع للزبون، فلازم بيبقى ليه توابل معينه، ليه طريقه طهي معينه، ليه طريقه تقديم معينه عشان تقدر توصل بيها للطعم ده. تمام. في حاجة معينة بتعملها في الأكلة مثلا، مكونات، بهارات بتتحط بتاع؟ والله البهارات ديت يعني حاجة سر، يعني سر عالي جدا ما بيطلعش برانا. نوع الجودة بتاعت البضاعة ذات نفسها اللي أنت بتتسوقها دي عليها عامل كبير جدا قبل التوابل، لأن هو ده الأساس، ده الطعم الكويس اللي هتديني الزبون. تمام. بس مفيش حاجة معينة عايز بتطلع الحاجة بالطعم ده؟ لا، حاجة معينة دي تطلع طريقة التوابل بتاعتنا. طب بتقول لي حاجة الناس نفسها تعرف بجد، الناس بتسأل في الكومنتات يعني. والله الناس تسأل في الكومنتات، تيجي تجرب عند حبايب السيدة. طيب بقالك كام سنة هنا شغال هنا في السيدة، هنا في المكان ده؟ أنا من 85 لحد النهاردة بقالي حوالي 5 سنين. من سنة 85، يعني حوالي حاجة و30. بسم الله ما شاء الله. 35 سنة. تمام. بدأتوا بالمحل ده بس؟ بدأنا ده أول فرع بالنسبة. مين بقى أول حد بدأ فيه؟ أول حد الحاج هو اللي بدأ فيه، وإحنا ما زلنا مكملين معاه. تمام تمام. زباينك بيجوا لك منين؟ والله زمايلي بيجوا لي من جميع أنحاء مصر كلها يعني، وبيجيني زباين عرب وبيجيني زباين مش مصريين بطبيعتهم، بس هم سمعوا عن حبيب السيد. حبيب السيد. طيب أكتر حاجة بيطلبها الزبون عندك إيه؟ السمين المشكل والكوارع. السمين المشكل والكوارع ده اشهر طبعا، دي اشهر اكتر. طيب. ايه تاني بتعمله غير السمين المشكل والكوارع؟ في طواجن، في لحمه، في نيفه، في بزار، في كبده، في مخ، في كبده، كفته، حاجات كتير، المنيو مليان. رمضان الدنيا بتبقى ماشيه معاك ازاي؟ كرسون طيب الاول وحضرتك. طيب انا بيبقى الاستاف في العماله عندي ليل ونهار كلهم متجمعين في فتره المغرب، بنبقى اكتر من حاجه و30 او حاجه يعني فيما يقرب ل 40 فرد، بنكون قايمين بخدمه الزبون بطريقه كويسه. بتشتغل قبل المغرب قد ايه تقريبا؟ لا، هو طبعا التجهيز بيبقى طول اليوم، بس ببدا استقبل قبل المغرب بساعه. على حسب الجو برضو، لو هو في ضغط ممكن بيبقى قبلها بساعه ونص. بيبقى عندك زحمه هنا ما شاء الله يعني؟ كل رمضان؟ لا والشكر لله، لان كله بيبقى عايز ياكل في وقت واحد. فطبعا بيبقى عندك تكدس غير عادي في المكان. تمام. والحمد لله والشكر لله بنقدر نقوم معاهم بالمظبوط وبنقدمهم خدمتهم مظبوط. طيب يا حاج صادق، بتشتغل وقت السحور ولا انت فطار بس؟ لا، بشتغل فطار وسحور. فطار وسحور؟ فطار. السحور بيبقى باي اللي بتقدم بقى مثلا؟ كل حاجه، لان انا عندي نوعيه البضاعه اللي انا بشتغلها هي بتلو، فهي بتبقى خفيفه عامه، ما فيش منها مشكله. تمام. الحاجة بتيجي يوم بيوم ما شاء الله. الحاجة الحمد لله بتجيني. بتتعامل مثلا مع جزار معين، مع حد معين؟ أنا بتعامل مع مدابح مصر كلها. لأن أنا الحمد لله والشكر لله زي ما قلت لك إن أنا 5 فروع. فلازم أقدر إن أنا أجيب البضاعة، لأن أنا بتاعتي برضه قليلة، فبقدر إن أنا أتسوقها من أكتر من مكان. تمام تمام. تقول إيه لزبائن حبايب السيدة؟ أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، منتظرينكم في رمضان على مستوى 5 فروع.
سواء فيصل اكتوبر السيده وقطب، كل الفروع بتاعتنا شغاله طول ايام رمضان. تمام، عندك حاجه مثلا جديده بتفكر تقدمها في الاكل بتاع حاجه؟ هو طاجن ورق العنب بالكوارع، هو ده اشهر طاجن هيبقى نازل في رمضان. طاجن ورق عنب بالكوارع وطاجن لحمه موسى بالبصل، هما دول الطاجنين. هيبقى كده عندنا خمس طواجن موجودين في المحل. طاجن عكاوي بالخضار او لحمه بالخضار، طاجن البيفه، طاجن اللحمه بالبصل، الموزه، وطاجن الورق العنب بالخضار. تمام، الاسعار عامله ازاي عشان الناس بتسال؟ لا الاسعار ما تقلقش منها، متناول للجميع. يبدا من 55 اي فرد يخش ياكل عنه. تمام، لحد؟ لحد 75. تمام. يعني الاسعار بالنسبه للسوق مش عاليه؟ لا الاسعار بالنسبه للسوق بتبقى حلوه. طب ايه يعني اغلى اطباق عندك او الحاجه اللي هي مثلا فعلا بتكلف عليك؟ هو الطاجن ده اكثر حاجه تكلفه عندي، وده هو ده اغلى حاجه في الموضوع، هو 75. هو دي اغلى حاجه عندي، ده يعني بعد كده كله في تناول. لو اسره خمس افراد جت اتغدت عندك يوم تدفع لها قد ايه مثلا؟ من 250 ل 300 جنيه. تمام، ودي اسعار بالنسبه للسوق مش دي اسعار طبيعيه من الموضوع. تمام. طيب كنت عايز اقول لك ان عايزين بس ناخد جوله في المحل كده برضه. اتفضل. يا رجاله ايه رايكم في اكل الراجل ده؟ احنا لسه ما اكلناش والله، بس زي الفل. مش اول مره نيجي يعني الاكل تمام. اول مره تيجي؟ مش اول مره نيجي. انت ايه رايك؟ لا الاكل زي الفل. كبده الصح زبون مستدام هنا؟ كبده الصح الصح وبيعمل تمام يا رجاله. بقالك كام سنه هنا شغال يا حاج؟ نعم. بقالك كام سنه شغال هنا؟ بقالي هنا من ساعه ما فتحت. ايه الطبق اللي بتسلب عندك على طول؟ اكتر حاجه على طلب عندك؟ اكتر حاجه عندي الحلويات المحمره والكوارع وطواجن عكاوي. طاجن عكاوي. تمام، وايه تاني؟ طاجن عكاوي، طاجن كوارع، طاجن لحمه، حلويات محمره، لحمه راس والفات، طاجن عكاوي بالبصل، وفي طاجن عكاوي بالخضار، والكوارع نفس الوقت، كوارع بالبصل وكوارع بالشوربه وكوارع بالتولي. طيب ستات البيوت بيسالوا، بيقول لك احنا بنحاول نعمل اكل ده في البيت بس ما بيطلعش بنفس الطعم ده، ايه السر؟ محدش يعرف. هي حلاوتنا احنا هنا ان لينا توابل وحاجات الست ما تعرفش تجيبها اصلا، يعني حاجات بتبقى غاليه. بيحاول يجيب احدث حاجه عشان تعجب الزبون، وقبل ما الزبون بيدوقها هو بيدوقها. ايوه مربع من بره فبيطلع الطعم غير. طبعا الست هتجيب حاجات على قدها، لكن الحاج بتاعنا ما جابش حاجه نمره واحد ما يجيبهاش. تمام. وقبل ما بيديها للزبون هو لازم يستطعمها، لو ما عجبتهوش مش هياكلها للزبون ابدا. تمام. الناس بتسال حاجة صادق، احنا هنا فين بالظبط؟ المكان بالظبط؟ المكان هنا حبيبتي السيده في حوالي ميدان ابو العيش، بتسمى حته مترو السيده زينب على طول، وهو في اول شارع السد، يعني هو المكان موقع مميز من قرب محطه المترو. متابعين جريده اهل مصر، الحاج صادق دلوقتي بيقول مكان المحل بالظبط عشان الناس اللي بتسال يعني. تاني حاجه صادق معلش. مكان المحل هو يعتبر قدام محطه مترو السيده زينب في اول شارع السد.
يبقى اخر الشارع يبقى جامع السيدة، اول الشارع حبايب السيدة. تمام يا حبيب. متابعين جدا اهل مصر، احنا دلوقتي حبايب السيده بناخد جوله في المحل والزباين. هو المكان هنا في السيده زينب. ايه رايكم في الاكل هنا؟ ايه رايكم في الاكل هنا؟ جميل جدا جدا جدا. اكلت هنا قبل كده؟ اه اكلت هنا قبل كده. ايه رايك في جميل جدا جدا جدا. والله الاكل هنا زي الفل. بتيجي على طول؟ ايه؟ بتيجي على طول؟ مش على طول، بس انا بحب اكل هنا، اكل هنا حلو. ايه اكتر حاجه بتحب تاكلها هنا؟ شوربه. شوربه، وايه تاني؟ حاجات كتير بقى. احنا لسه قلنا الاكل المنبار هنا حلو. اكلت قبل كده حلو. ايه اللي حلو هنا؟ المنبار حلو. وانتوا ايه اللي حلو هنا تاني؟ انا اول مره اجي هنا. اول مره؟ يا رب الاكل يعجبهم بس. يا رب يا رب. تمام.